احد المصلين قابل طالب علم بعد الصلاه، قابله في الشارع وقال السلام عليكم. قال عليكم السلام. قال فلان انت طالب علم؟ قال نعم انا طالب علم في كليه الشريعه وعندي بطاقه. قال بس يا ولدي والله ما يظهر عليك اثر طلب العلم. قال لماذا؟ قال ما اشوفك في الصف الاول، افتقدك في الصف الاول. كيف طالب علم وما تكون في الصف الاول؟ كيف طالب علم تتاخر عن الصلوات؟ كيف طالب علم كذا كذا كذا؟ اذا لابد ان طالب العلم يظهر عليه ماذا؟ اثر طلب العلم. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. قال هتف العلم بالعمل، هتف العلم بالعمل، يعني العلم يتصل ينادي من؟ ينادي العمل. فان اجابه والا ارتحل. لابد نعمل، تستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا لابد أن نتعلم أولا ثم نعمل ثم ندعو ونصبر على العلم والعمل والدعوة. نعم، إذن هذا سبب التأليف، أنه أراد أن يعلم الطلاب آداب أو حلية طالب العلم. نعم.